أظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الإحصاء الوطنية الصينية أن الاقتصاد الصيني نما بنسبة 3.2% في الربع الثاني من العام الجاري بعد تراجعه الحاد بنسبة 7% في الربع الأول من العام الجاري، وهو أفضل مما يتوقعه المحللون بنسبة 2.5%، وعلى الرغم من انكماش الاقتصاد بنسبة 1.6% في النصف الأول من العام الجاري، إلا أن الاقتصاد الصيني يشهد انتعاشا متواصلا. تغلب اقتصاد بلادنا على التأثيرات التي تسبب فيها الوباء تدريجيا في النصف الأول من العام الجاري، حيث يسجل الاقتصاد نموا ويشهد انتعاشا ثابتا، مما يجسد متانة التنمية وحيويتها. في الوقت نفسه يجب أن نلاحظ أن بعض المؤشرات ما زالت تتراجع، ويجب تعويض الخسائر الناجمة عن الوباء.